ترجي يعود طول عمره الحقيقه نادي نتاع القاب وفم لاعبيه يمشيو سبيسيالمون باش القاب في الترجي الرياضي التونسي لكن التشامبيونز ليغ هي الحقيقه اللي كانت تيتر مهم برشا نعرفوا الترجي من 94 يعني تقريبا 17 سنه ما هزش ربيت الابطال وقتها بون ساكوان مع انضمام يانا مع برشا ظروف كانت باهيه ربحنا ربيت الابطال اللي كانت مهمه وفي تاريخ اي ملاعب تقعد حاجه باهيه